تفاصيلهم وبنيانهم، بنيان صبة يعني صبة جاهزة، وعجبني تصميمهم مقبول وحجمه مقبول والسعر أجمل وأجمل. عندهم نظامين، نظام نظام ثريا مساحته 249 ونظام ثاني تقريبا 257 متر مسطح الأرض. هذا المجلس بداية حجمه صراحة يعني صغير، لكن على النظام الجديد والناس، هذا دورة مياه للرجال وهذا المغسلة وهذا حمام للصالة وهذه الصالة. الصالة صراحة كبيرة جدا جدا. هذا المطبخ مفتوح يقدر واحد يسكره من هنا، وهذا الحوش برا مرة رهيب. نبي نشوف الدور الثاني، هذا الدرج ان شاء الله وسع وسيع. هذه صالة، هذه غرفة نوم، دورة مياه، دولاب، وهذه غرفة ثانية، وهذه الغرفة الثالثة. وهذه دورة المياه، وفوق فيه سطح وغرفة خادمة ودورة مياه. الأجمل من هذا التصميم السعر الجميل، تتوقعون أن سعرها 564,000 يا بلاش. صراحة اللي عندها أسرة بسيطة معقول عددها لا تفوتكم صراحة هباء. اللي يستحق الصندوق العقاري يقدم عليهم، يخصمون منه يمكن 2000 ريال شهريا أو 2200، والله المستعان يسكن في الفيلا الفاخرة صراحة. يعني فرصة مشاريع الإسكان. البيت هذا لو تحصله برا ما يقل قيمته عن 1,200,000. يلا أتمنى إني أفدتكم، ومروا وزوروا الموقع واستفيدوا، ولعلكم إن شاء الله تفتكوا من الأجارات. بإذن الله. أبو صالح، إيش رأيك بالسعر صراحة؟ والله بلاش. ها؟ أنا وياك نناقش فوق 700 700 700. أنا على اللي شفته فريت بالما بال بال بالإمكانيات هذه والقوة 1,200,000 صبة. هذه مو طبوب، هذا